اعتادوا على النهوض قبل الشمس بحثا عن الرزق، يمضون على أمل بتوفير ما يسد حاجتهم ويملأ بطون أسرهم من الزاد القليل، لكنهم اليوم يمضون سحابة نهارهم دون عمل أو أمل. إنها الحر. إيه العيد الحين إحنا جيع بالحرائق، وإحنا ذي نحب الحق جيعها. قرابة 5 ملايين يمني من ذوي الأجر اليومي يواجهون أقصى الظروف بعد 4 سنوات من الحرب، تعطلت خلالها عجلة التنمية وصودرت فرصهم بالعمل. يا أخي نحن وضعنا مدهور في الحرق، لا نجد العمل، ولو اشتغلت يوم توقفت أسبوع أسبوعين. الكيس البر ب 12,000، وإذا قالت لفت نحن الجمعية التغذية العالمية قالوا تصال تتفرق يعني للأعيان أعيان، ما استهدفش اليد العاملة الضباها الواقف بالحرقة. واقعون بين حكومة لا تراهم وبين ميليشيا إن نظرت إليهم رأت فيهم وقودا بشريا لجبهات القتال، فيما يمضي قرابة 1,200,000 موظف أيامهم بانتظار انفراجة في رواتبهم. العمال وهو غير عيد العمال، عيد الموظفين الذي يجدوا ينتهوا لهم القات صرفوا بيوتهم، أما نحن مراقين بالحرقات. في يومهم العالمي الذي يصادف الأول من مايو كل عام، يتعرض العامل اليمني لإدلال الحاجة وفقدان رواتبهم وقهر البطالة. عيد العمال عاطلين عن العمل. كيف وضعكم ها؟ وضعنا احنا نجلس بلا عمل. العمال اليوم أكثر شريحة مسحوقة في اليمن، حيث لا رواتب ولا دخل. يخوض عمال اليمن حربا يومية لتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم في ظل ظروف صعبة. خرجنا ناجحين نجري، يلا وانت تحوس قوت يومك. غياب التنمية وتعثر حركة الاقتصاد خلال العامين الماضيين فاقمها عودة عشرات الآلاف من العمالة اليمنية في السعودية، كل ذلك ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين. اليمني الذي قدس العمل وثقافة الإنتاج وأسس لحضارة كبيرة يجد نفسه اليوم وحيدا في مواجهة ظروف حرب جرفته وألقت بآثارها الثقيلة عليه.